السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. معكم أسمى حواء، أخصائية ومعالجة نفسية. اليوم جينا نهضروا على موضوع له شاغل العالم ككل، الكورونا فيروس، ولكن نهضروا اليوم عليه من الجانب الصحي. العزل الصحي أو الحجر الصحي اللي رانا نعيشه كامل اليوم يقدر يأثر على الإنسان بطريقة سلبية أو إيجابية، وهذا يعتمد عليك أنت ويعتمد عليك أنت كيفاش راكي تستغلي هذا الحجر الصحي. يقدر يكون تأثير الحجر الصحي سلبي على الصحة النفسية للإنسان إذا كان معرفش يستغله، إذا كان خلط كامل الساعة البيولوجية تاعه، إذا كان هو إنسان موالف ينوض صباح 8 ويروح يخدم ويشتغل والعشية يجي عنده ديز اكتيفيتي باينين واش يقوم بهم في اليوم، الان في الحجر الصحي ولا ينوض على 11 ويرقد على 2 تاع الصباح، يعني خلط كل الساعه البيولوجيه تاعو. هنا نقدروا نقولوا باللي هذا عامل اللي يقدر ياثر على صحتك النفسيه، يقدر يجيب لك الملل، يقدر يجيب لك الاكتئاب، يقدر يجيب لك تذمر، خاصة أنه ما علبناش غدوة إن شاء الله وش راح يكون مصيرنا في المستقبل، لا نعلمه ولا ندركه. معناه إذا كان عرفنا نستغل الحجر الصحي لصالحنا أكيد راه رايح يعاوننا باش نتقدموا في الحياة، لأنه عندنا وقت طويل رانا رايحين نقضيوه مع أنفسنا ومع العائلة تاعنا. الحجر الصحي يعزز العلاقات ما بين الأسرة، ما بين أفراد العائلة، خاصة ما بين الزوجين ومع الأولاد، لأنه رانا رايحين يقضيوا هذه الفترة تاع الحجر الصحي مع بعض، وحاجة اللي احنا ماشي موالفين بها، خاصة أنه الآن رانا في فترة العطلة عند الأطفال. احنا موالفين الأطفال تاعنا سواء يقعدوا في الدار في لي 15 جوغ تاع لي فاكونس، وبيان كارمون كاينين دي بارون اللي يحبوا يدعموا أطفالهم دي زاكتيفيتي، كاين اللي ماركيوهم في السبور، كاين اللي يدخلوهم للجامعة يحفظوا القرآن. كل عائلة كيفاش تستثمر وقتها وتستغلوا في صالح أبنائها. ولكن اليوم والآن رانا كامل في دار واحدة، رانا كامل ملمومين ومجموعين، وهذا هي النقطة المهمة للإنسان يستغلها باش يتكيف مع الوضع بتباعد اجتماعي، أي تباعد جسدي مع العالم الخارجي، ولكن تقارب معنوي. وأكيد سلوكنا وتفكيرنا الخارجي يعني اللي نتعاملوا به برا يختلف عن المعاملة في الدار. لذلك أنا ننصح أنه الناس تتقارب أسرياً، يعني كل عائلة تحاول أنها تستغل هذا الحجر الصحي لصالحها باش يتعرفوا على بعضهم، باش يتعاونوا مع بعضهم. إذا كان واحد فينا عنده مشاكل نفسية كان يعاني منها في السابق، يفتح مجال أنه يكومينيك ويناقش كل موضوع راهو شده هو في قلبه. إذا كان حدث في الحجر الصحي مشاكل نفسية كالقلق، الهلع، الوسواس، الخوف أو اضطرابات أخرى أو مشاكل نفسية أخرى، ما عليكم إلا تستشيروا أخصائي نفساني أونلاين. أنا مثلاً راني نخدم لحد الآن أونلاين، تقدروا تزوروا صفحة ديالي وراح نزودكم إن شاء الله بمعلومات كبيرة. وإذا كان ما كانش عندكم فرصة أنكم تستشيروا أخصائيين، ما عليكم إلا تفهموا وتدركوا أنه المشكل هذا ما راهوش رايح يدوم، والخوف اللي راهو يطلع لكم خصكم أنكم تقعدوا مع روحكم أسكو هذا خوف حقيقي، يعني خوف من الكورونا، ولا هو الخوف اللي رانا عايشينه كامل في العالم اتصل بخوف كان عندنا في السابق والآن طلع، ولا كان وسواس طلع. يعني وش معناتها طلع؟ معناتها طلع على السطح. ماشي الكورونا فيروس ولا هذه الحالة اللي أنا عايشينها اللي تقدر تسبب لنا اضطرابات نفسية كارثية، غير ولا كان نفسية الإنسان كانت هشة من قبل وجاء الوضع الحالي هو زاد أزم الحالة النفسية على الإنسان هذا. إذا كان أنت راك تلتزم بالوقاية اللي كل العالم راهو يحث عليها باش أنت ما تعرضش نفسك إلى العدوى، خلاص ما عندكش على واش تخاف، ما عندكش على واش تكتئب. توقفوا عن التفكير الزائد والمفرط اللي راهو رايح يدمر لكم نفسيتكم. إذا كان الإنسان يعاني من وسواس
كبير يلحق الاضطراب النفسي يقدر يتوهم ويعيش حالة من الأوهام تاع أنا راني مريض وأصابوني بعدوى الفيروس، عندي الحمى، الحلق تاعي راهو يوجعني، راني نسهل مع الباليش وعلاج. هادوما حالات نفسية لازم لهم يلجؤوا إلى أخصائي نفساني بأقرب وقت ممكن. والناس أخصائيين نفسانيين بزاف راهم يتعاملوا مع المرضى عن طريق لا تيلي كونسلطاسيون او العلاج عن بعد. التعامل مع الناس اللي عندهم نوبات الهلع في الفتره اللي رانا فيها، انا نقول لكم ناموا مليح، ديروا رياضه، حاولوا تتاملوا، ديروا تاملات، طريقه تنفس، اكل صحي، غذاء يعني فكري، توقفوا عن مشاهدة الفيديوهات اللي راهي تسبب لكم في هذا الهلع. الناس راهي تموت، الناس المرض راهو ينتشر بكثرة، هاد الأمور خلاص على بالنا بهم. ما كان لا انت ولا انت تقعد نهار كامل وانتم تشوفوا في الأخبار. خصص لنفسك ساعة في اليوم، في 24 ساعة خصص لنفسك ساعة فقط انك تشوف الأخبار. إذا ما كنتش سياسي، إذا ما كنتش صحفي، إذا ما كنتش مهتم بأخبار اللي راهي نشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في التلفزة، بعد إذا ما كنتش أنت خاص بهذا الشيء ويهمك الأخبار، بعد على كل هذه الأخبار، لأنه راك تضر في نفسك وراك تزيد تغذي في الخوف اللي راهو انتبنا جميعا. ولذلك توقفوا عن كل هذه الأمور، عملوا سبور، ديروا تأملات، اتنفسوا، كلوا أكل صحي، وأكيد هذا الخوف سوف ينقص بتدريج. الناس اللي ما زالها تنكر الوباء أكيد راهم تحت صدمة نفسية كبيرة كبيرة كبيرة، ويقدروا هاد الناس هما اللي يشكلوا خطر على العائلة تاعهم ويشكلوا خطر على الأنفس تاعهم. نطلب من أي عائلة، إذا كان عندك فرد من أفراد عائلتك يعاني من هذا المشكل، أنه هو ناكر وغير متقبل لوجود فيروس كورونا، حاولوا أنكم تساعدوا، حاولوا أنكم توعيوا، حاولوا أنكم تحطوه في الصورة باش ما يكونش خطر لكم، ينقص من خرجات وينقص من الاحتكاك الاجتماعي على قدر المستطاع. في الفترة الحالية عندنا بزاف الفيد، وأكيد ناس يصرى لهم قلق ويصرى لهم مخاوف، دائما يلجؤوا للكوزينة ويقولوا يأكلوا يأكلوا يأكلوا. دونك خليوا وعيكم دائم متفطن أنه الأكل الرايح يقدر يسبب لكم مشكل في صحتكم أو في سمنة مفرطة، وهذا الشيء يقدر يسبب لكم الاكتئاب، لأنه قبل ما يحدث الحجر الصحي أو بعدها إذا كان صرا اختلاف في الميزان اللي كنتوا فيه من قبل أكيد راح يأثر على نفسيتكم. أنا نصيحتي لكامل الناس اللي راهي في الحجر الصحي أنها تستغل وتستثمر الوقت اللي راهم قاعدين فيه في الدار. غارديو لا ميم روتين اللي كنتوا فيها من قبل، حافظوا على الساعة البيولوجية تاعكم، تنوضوا في الوقت وتناموا في الوقت، غذيوا أنفسكم، غذيوا الفكر تاعكم بكل ما هو بناء، شوفوا الفيديوهات اللي يقدروا يطوروا منكم، تعلموا لغات، تقربوا من العائلة تاعكم إذا عندكم أطفال، علموهم مهارات جدد، دخلوهم في الاكتيفيتي، علموهم يكونوا مسؤولين، علموهم يكونوا مستقلين بذواتهم. إذا كنت أنت فرد كبير، مارس الرياضة، مارس التنفس، مارس التأمل، خلي دايما كل وقت يكون لصالحك باش إن شاء الله يجوز علينا هذه الأزمة العالمية اللي رانا فيها كامل، تجوز بخير وعلى خير، وانت تكون اكتسبت مهارات وفكر وتكون بصحة جيدة إن شاء الله جسمية ونفسية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل شيء اللي أنا تكلمت فيه. ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم. في هذه الأوقات الصعبة عن جامبو أخذنا مسؤوليتنا، نتضامن مع وزارة الصحة بتسليم ما يعادل 300 ألف وجبة طعام لعدة مستشفيات في الجزائر. نتضامن معكم بتوفير منتوجاتنا بكمية كافية عبر التراب الوطني بفضل النشاط المستمر لمصنعنا بوهران، ونتضامن مع عمالنا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهم بدون التأثير على كمية الإنتاج. ما عليكم غير تقعدوا في الدار والباقي علينا. جامبو، ذوق المحبة.